قبل ما الفيديو ده يبتدي يا جدعان، في خبرين مهمين جدا عايز اقولهم. واول خبر وهو ان الكود بتاعنا بتاع جوسبس.com اتغير وبقى ايفولف مش ايفولفتن. فممكن تخش على جوسبس.com وتشتري السبلمنتس اللي انت عايزها وتاخد ديسكاونت على الديسكاونت اصلا اللي هم بيعملوه، تاخد ديسكاونت 10% لما تستعمل الكود ايفولف. وتاكد ان انت بتعمل لي فلان عبد الرحمن على الانستجرام عشان الكود دوت هيتغير كل شهر، فاحنا دايما هنحط الكود الجديد عندنا في البايو على انستجرام. وتاني خبر وهو ان احنا فخورين ومبسوطين بالاثليت والكلاينت بتاعنا بشار، ان هو حضر معانا وكسب بطولتين. كسب اول بطوله في المانيا وكسب تاني بطوله وهي مستر يونيفرس للناتشرالز، للناس الطبيعيه اللي بتحضر بدون هرمونات او اي حاجه. شاوت اوت لبشار يا جدعان، حط الانستجرام بتاعه، روحوا وشجعوه، هو فعلا يستاهل، جيناته ما شاء الله كويسه جدا. بس يا جدعان هما دول الخبرين، يلا بينا ننجوي الفيديو مع بعض. مش راضي يظبط تاني. زي الفل. حلو، ازيكم يا جماعه؟ معاكم سيف الضوي من ايفو فيتنس. صباح الفل عليكم. الساعه دلوقتي 10 الا تلت ورايح محاضره. فمهم صحيت من النوم ولقيت كده ان جات لي فكره الفيديو، وقعدت اسال نفسي الاسئله بقى اللي هي ايه. كل واحد يومه غير التاني، كل واحد بيروح جامعته او بيروح دروسه او بيروح شغله في مواعيد مختلفه عن التاني، كل واحد بيروح الجيم في مواعيد وايام غير التاني، واهم من كل ده كل واحد بيحب اكل معين وما بيحبش، يعني عنده ايتنج باترنز معينه او عنده حاجات، يعني جدول اكل معين مختلف عن التاني، جدولك غير جدولي، الكلام ده كله. ففكرت اللي هو ليه ما اعملش او ما اقولكمش النصايح والحاجات اللي انتم ممكن تعملوها اللي هتسهل عليكم الفتنس او وان انتم تعملوا دايت وتروحوا الجيم والكلام ده كله باكتر طريقه، يعني من الاخر سهله هتشوفوها. فالفيديو ده يا جدعان ما هو الا رايي الشخصي ونصايح انا شخصيا بعملها وانا شخصيا بساعد الناس فيها، والحمد لله بناء على النصايح دي ساعدنا الاف الناس فعلا. لو انت مشيت على النصايح دي صدقني انا اضمن لك 100% ان الفتنس هيبقى سهل جدا جدا، لان من الاخر الفتنس ما ينفعش يتحكم في حياتك، المفروض يخلي حياتك احسن. يعني انت شخص ما بيحبش يفطر مش لازم تفطر، شخص ما بيحبش ياكل وجبات كتير مش لازم تاكل وجبات كتير، شخص ما بيحبش ياكل تونه مش لازم تاكل تونه، مفيش حاجه اسمها وان بيست ابروتش، يعني مفيش حاجه واحده هي دي ال 100% اللي لازم تمشي عليها، الاهم من كل ده ان انت تقدر تسستين او تمشي عليها لاطول فتره ممكنه. فالمهم انا هقول لكم يا جدعان النصايح او الحاجات اللي ممكن تعملوها اللي انا اتعلمتها بخبرتي واللي ساعدت بيها الناس انا وعبد الرحمن اللي هتفرق معاكم فعلا في الفتنس. فالمهم يا جدعان اول حاجه هقولها لكم ودي اهم حاجه فعلا، ان انت تحسب الكالوريز بتاعتك، سعراتك، والماكرو نيوترينز والمايكرو نيوترينز. ايه الثلاثه دول؟ كالوريز اللي هي السعرات، الماكرو نيوترينز اللي هو البروتين والكربوهيدرات، والفاتس اللي هو الثلاث عناصر بتوعك المهمين، وثالث حاجه وهي المايكرو نيوترينز اللي هو الفيتامينز والمينرالز والفايبرز والفيتامينات والمعادن والالياف والكلام ده كله. انا في الفيديو ده مش هخش بالتفصيل فيهم لان في فيديوهات قديمه معموله عن الموضوع ده، فانت ممكن تخش على الشانل وتخش على الفيديوهات القديمه وهتعرف اكتر عنهم. بس الفيديو ده ما هو الا عن النصايح يعتبر، وهوريكم طبعا وجباتي في اليوم كله عشان انتوا تعرفوا انا شخصيا بعمل ايه. فالمهم دي اول حاجه، ان انت تتاكد ان انت بتتراك السعرات، ان انت من الاخر تعرف يومك هيمشي ازاي وتحسب اكلك قبل ما تاكل من الاخر، طبعا الماكروز والكلام ده كله يبقى مظبوط، وتبلان هادي، يعني انت تخطط ليومك قبل ما يحصل. هي دي يا جدعان الفكره، ان انت لو عايز تنجح في الفتنس فعلا تنجح كان انت توصل لهدفك، ان انت تخطط قبل ما تعمل الحاجه نفسها، ان ده من الاخر هيفرق ان انت ممكن يومك النهارده غير يومك بكره والكلام ده كله. دي اول حاجه واهم حاجه. تاني حاجه وهي هتسأل نفسك سؤال، هل انت شخص بيحب يفطر ولا لا؟ لو انت شخص بيحب يفطر او مش بيحب يفطر، انت من الاخر هتبقى في حاجه من الثلاثه، من الثلاثه كاتيجوريز دول. اول حاجه انت لو شخص بيحب يفطر، اول ما تصحى طبعا هتصحى جدا قبل اي حاجه، انت لازم تصحى وتشرب ميه والكلام ده كله، لان الابحاث اثبتت ان انت لما بتصحى وتشرب كوبايه ميه كبيره او على الاقل ازازه ميه صغيره، الفانكشنز او وظائف جسمك بتبقى ريجيليتد وبتتظبط. يعني فاهم حاجه ان انت تصحى وتشرب ميه وبعد كده تفطر على الاقل بعديها بنص ساعه. فاللي انت تعمله لو انت بتحب تفطر، تعمل حاجه من الاثنين، يا يعني تصحى من النوم وهتفطر فطار تقيل، وبتقيل بقى انا قصدي هتفطر فطارك يعني التقيل. تاني حاجه ان انت ممكن تفطر فطار خفيف. تالت حاجه انت ممكن تعملها ده لو انت مش بتحب تفطر بقى،
ان انت مش هتفطر اصلا، انت مش لازم تفطر. اللي انا بعمله شخصيا ودي حاجه انت هتعملها، حاجه اسمها intermittent fasting اللي هو الصيام المتقطع. طبعا في فيديو على الشانل عن الموضوع دوت ممكن تخش عليه اكتر، بس هو من الاخر انت الانترميتنت فاستنج بيخليك تسيف سعراتك عشان تاكل يعتبر وجبات اكبر والبروتين فيها والمايكروز والماكرو نيوترينز مركز اكتر. فالمهم اللي انا بعمله، انا بصحى بفطر بعد ما بصحى تقريبا ب3 ساعات، يعني بفطر وانا بعد اول محاضره تقريبا عندي. وده يا جدعان شيك، ده مش شيك، ده ميل يعتبر او وجبه فيها التلات عناصر اللي انت تحتاجهم، الماكرو نيوترينز وفيها الفيتامينات والمعادن والكلام ده كله والفايبرز. فيها 60 جرام بروتين ب15 جنيه، بس 15 جنيه. وانا جدعان انا مش دايما بعملها، بس يعني انا قررت اعملها ان في ناس كتير كانت بتسالني اصلا على بروتين رخيص ويعني انا عارف ان في ناس مش هتقدر، يعني ما بتقدرش ان هي تاكل بروتين كفايه، لان ممكن بالنسبه لهم يبقى صعب ان هم يجيبوا بروتين كفايه يعني وكده، لان 60 جرام بروتين دي لو حسبتها اغلى من علبتين تونه، وفي نفس الوقت دي مش وجبه. فلو عايزين يا جدعان فيديو على حاجه زي كده، وجبه فيها 60 جرام بروتين وفيها تقريبا 700 سعره، فيها العناصر الثلاثه والمايكرو نيوترينز، قولوا لي هعمل لكم يا جدعان حاجه زي دي عشان كل الناس تستفاد، عشان من الاخر كلنا نكبر ونتعلم سوا. دول يا جدعان اول حاجتين هقدر اقول لكم، ودول عامه اهم حاجتين لان دول اللي هيظبطوا لك يومك بعد كده. دول كده حاجتين قبل المحاضره. دلوقتي يا جدعان هروح المحاضره هخلصها ونتكلم تاني. واهم حاجه ان انت تتفرج على الفيديو كله، ان انا من الاخر هقول النصيحه واقول الحاجه، والفيديو هو يعني التايم لاين بتاع الفيديو بيعدي ان انا كنت عامل فيديو هاو تو بالك او ازاي تبني عضل، عملته بالطريقه ديت ان انا كنت بقول حاجه كل ما بعمل انا حاجه معينه في اليوم وعجب ناس كتيره جدا. فاهم حاجه يا جدعان، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا سبسكرايب، واعمل كل ده ان انت تدوس على الجرس اللي تحت عشان تكونوا اول ناس بتشوف الفيديوهات بتاعتنا. ودلوقتي يا جدعان احنا 19300 سبسكرايبر وعايزين نوصل 20000 قبل ما الشهر ده يخلص، فعايزين يا جدعان سبسكرايب من كل واحد فيكم، لان ده فعلا بيساعدنا وبيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات ليكم. يلا بينا كلنا نستفاد ونتعلم. يا جماعه يا جدعان انا اكتشفت الانسان بيتزل جدا بالمزيكا، يعني انا ممكن بمزيكا اغير الواحد يعني اتجاهه. يعني بصوا ليه الداخل مفروض، بس اول ما اعمل كده طيب يا جدعان دلوقتي الوجبه العظيمه دي، ودي استعبت بركز فيها اكتر ما بركز في التصوير اصلا، دي يا جدعان منقوشه فراخ. وده يوصلنا لتالت نقطة، وهو انت بتحب تاكل وجبات كبيرة ولا وجبات صغيرة، وبتحب تاكل وجبات يعني كمياتها او اكتر من وجبة في اليوم ولا وجبات صغيرة. انا شخصيا بحب اكل 3-4 وجبات ماكسيمم في اليوم. ليه؟ لان الوجبة نفسها بتبقى الكالوريز فيها او حجم الوجبة كبيرة، فبحس ان انا شبعان اكتر. نفس الكلام لعبده، بس هي بتفرق عامة من شخص لشخص. فاللي انت لازم تحدد ان هو انت شخصيا بتحب ايه. هتحب تاكل وجبات حجمها كبير فهتقلل فريكوينسي الوجبه، وانا شخصيا يعني اريكومند وارجح ان انت ما تقللش عن 3 وجبات في اليوم. ليه؟ عشان هتجوع وكده. في ناس بتاكل 2، وعندنا كلاينتس بتاكل وجبتين في اليوم بس كبار جدا، بس انا شخصيا مش برجحها لان هي يعتبر هتقدر تستسين الموضوع ده وتمشي عليه تمام، مش هتقدر يبقى هتاكل وجبات اكبر شويه وهتنبسط طبعا. والله يعدي ده بيتخن يا ابني، ده بيرفع الانسولين انت ما تعرفش ولا ايه؟ بيروت اكسبريس يا جماعه اجمد منقوشه، بصوا قد ايه اصلا. السبب الوحيد اللي مش مخليني اكل البتاعه دي هو ان انا بعد الاصابه يعني انفجرت شويتين، ليس فبلم الاداء كده عقبال ما ارجع للتمرين، وبعد كده هاكل منقوشه واكل كل اللي انا عايزه. بس ده مش معناه ان هو ما ينفعش ياكل، لا انا ممكن اكلها عادي، بس بالزبط. يعني هي ما لهاش علاقه، هي الفكره ان انا يعني انا الصراحه تصدقوا بقى انا نفسي اكل شوفان، فانا عايز اكل شوفان وطبق كبير، فهو ده اللي مش مخليني اكل. يعني هو مفترض يا جدعان الاكل من الاخر اللي هيشبعه اكتر، يعني هو ممكن ياكل دي وهيخس برضه، بس بالنسبه له هو لو كل طبق شوفان كبير مع ريسكوب واي وعسل واي كام هيشبعه اكتر، وهيخليه يعني من الاخر ان هو يشبع اكتر، هتبقى احسن من اللي هي المنقوشه اللي انا باكلها دي. هي بالظبط يعني بالظبط، انا ممكن اكل دي عادي، بس هي مثلا المنقوشه دي 1000 كالوري، فانا ممكن اقوم واكل 500 منهم شوفان. بالنسبه لي ده بالنسبه لي هيبسطني اكتر، مش فكره ان دي هتخني والشوفان هيخسسني، هي دي النقطه. احنا اصلا مالناش فيها يا ابني، انت عملت ايه في حياتك؟ يا جماعه الواد كاتب لي كومنت، انا عايز انتقدك وما تتضايقش. الكومنت بتاعك كده تقريبا مش عاجبه اي حاجه في الفيديو. يلا مش بالك، الناس بقى تقول لك ان البالكنج ده لازم يبقى اكل نظيف. يعني ايه بقى تنظف اكلك يا عم؟ يعني تمسك التونه كده تقوم تغسلها، فاهم؟
جدعان احنا في 2019. جدعان عايز اعرف رايكم صحيح للناس الناس اللي بتسمع هيب هوب وراب كده، ايه رايكم في الاغنيه الجديده بتاعت مروان بابلو؟ لان انا شخصيا انا بسمعها في اليوم مثلا مش اقل من 10 مرات، وهي صراحه حلوه فشخ. والناس اللي تقول لك ذوقك ومش عارف ايه والكلام ده كله، انا اللي بحس بيه في الراب او في الهيب هوب او في المزيكا عامه ان هي حاجه سبجكتيف، يعني انا رايي ممكن يختلف عن رايك، فمهم الاول والاخر اذواق. فانا بالنسبه لي يعني هي احسن اغنيه كتراب وبتعمل الصراحه في الراب سين العربي كله. المهم اللي انا هعمله دلوقتي ان انا عندي ثانيه اوريكم برضو ان انا عندي شويه شغل ليه اللي ما يعرفش، انا برضو حاجات من اللي بعملها ان انا بشتغل في الدعايه الالكترونيه الديجيتال ماركتنج، الادز اللي بتطلع لكم كده فجاه كده بتاعت اي شركه والكلام ده كله، انا بشتغل في الكلام ده. وبعد كده عايز اتفرج الصراحه على اي حاجه على نتفليكس، وغالبا هتفرج على فريندز، ان انا ما اتفرجتش غير تقريبا على 5 سيزونز منه، هو تقريبا 10 حاجه كده، فده اللي انا هعمله. ودلوقتي اللي انا هاكله برقوقتين هاكلهم، عشان انت برضو محتاج تاكل فاكهه كويس. وحاجه كمان يا جدعان كنت عايز ازودها، ان انت لازم تشرب ميه كويس جدا، ولو انت شخص اصلا مش بيشرب ميه كويس خلي دايما جنبك او في شنطتك او ايا كان المكان اللي انت فيه ازازه ميه، ولما تروح خلي جنبك ازازه ميه، على مكتبك ازازه ميه، عشان كل ما تبص لها من الاخر تشرب ميه وتفتكر ان انت لازم تشرب ميه. فده اللي انا هعمله دلوقتي، هخلص شغل بعد كده هتفرج على حاجه من فريندز، وبعد كده طبعا هاكل دول، وبعد كده ناخد البري ورك اوت ميل ونروح نتبر. وطبعا زي كل فلوج لازم اوريكم زيف وانا بطفحه. بتطفح ايه بقى؟ رز و رز، ده رز بذمتك؟ كمان كان عصفور وفراخ طول لحمه. بصوا يا جدعان اقتراح حلو، شاوت اوت لامي طبعا هي اللي اكتشفته، تعمل يا جدعان زي لسان عصفور وعليه مستردة وعليه كده شوية حاجات. الصراحة يعني هو ده مش مسلوق، بس هو باين ان هو بس هو الصراحة طعمه حلو فشخ. وده 130 جرام فراخ وشوية سلطة. طبعا الناس اللي بتقول ان انا مش باكل كويس اهو، وزي ما قلت لكم يا جدعان انا شخص بيحب ياكل وجبات قليلة، فدي تالت وجبة ودي البري ورك اوت بتاعك. وانت لازم قبل التمرين تتأكد ان انت في بري ورك اوت ميل واكل فيها شويه كربوهيدرات كويس وبروتين كويس وفايبرز كويس، وتتاكد ان انت اصلا قبل ما تتمرن ان انت تكون مدخل على الاقل بتاع مثلا 80 جرام كربوهيدرات تقريبا. بس ده مش لازم يبقى في الميل اللي مش لازم يبقى في الوجبه اللي قبل التمرين بالظبط، بس ده على مدار اللي هو اللي قبل ما تتمرن عامه 100 على حسب، ممكن على يعني على حسب الجول بتاعك وعلى حسب انت اصلا هتقدر تركز فيه وعلى حسب الكالوريز والكلام ده كله. فدلوقتي احنا هنخلص الميل ديت. واهم حاجه بقى عايزين نقولها يا جدعان، النهارده عندي تمرين رجل، رحت مره في وورلد جيم الصادق. فاهم حاجه بقى فعلا في دول كلهم، يعني سيبكم من الكلام ده كله، دي بقى حاجه ليك وللتايم مانجمنت بتاعك والكلام ده كله، انت تقدر تتمرن كام يوم في الاسبوع؟ ان الناس دايما تقول لك انا هتمرن 6، بس في الفعل ليه اتمرن 4 ايام؟ يقول لك انا هتمرن 5 وتلاقيه برضه اتمرن 4 ايام. اتمرن، دي كده رابع حاجه، اتمرن او اختار عدد ايام تمرين هتقدر تتمرنها لاطول فتره ممكنه، اتمرن عدد ايام تقدر تستستيني او تقدر تمشي عليها اطول فتره ممكنه، دي اهم حاجه. انا شخصيا بتمرن 4 ايام، سيب بيتمرن 5 ايام بس هو بيفكس وبيغير كل شويه، مهم. وحاجه تانية مهمه ان انت تعملها حاجه تانية تعملها مهمه ان انت تختار جيم، ودي عامه دي بقى حاجه فعلا يعني هتنظم لك وقتك في البلد من الاخر، يعني اي بقى اي كانت البلد اللي انت فيها وهتنجحك فعلا في حياتك، ان انت تختار جيم قريب منك. انا دايما بشوف ناس ساكنه في التجمع بس بتروح جيم في اكتوبر، بتروح جيم في المهندسين، ليه؟ عشان مع اصحابهم. مع اصحابهم مع اصحابك يعني مع احترامي لاصحابك مش هينفعوك. اختار جيم جنب سكنك او جنب المكان اللي انت ساكن فيه او جنب مكان شغلك او جامعتك او ايا كان، لان في ناس بتحب تخلص جامعتها وتروح مثلا جيم جنب الجامعه بتاعتها او جنب الشغل بتاعها او جنب المدرسه. لو هتعمل كده ايام جامعتك او شغلك او ايا كان، تخلص مثلا وتروح الجيم وتنظم ايام راحتك. لو انت مثلا ساكن في التجمع وشغلك في اكتوبر والجيم بتاعك في اكتوبر، تخلي ايام راحتك من الشغل تخليها هي دي ايام راحتك من الجيم برضه عشان ما ترزعش المشوار كله. بس لو انت حد ساكن في اكتوبر خلي الجيم بتاعك في اكتوبر، ان انت ايه هيكون اسهل بكتير. لو انت حد في المهندسين خلي جيمك في المهندسين، حد في التجمع جيمك في التجمع. من الاخر سهل على نفسك حياتك، لان ده هيسهل عليك وقت كتير جدا، سواء انت بقى حد بيعمل اكلك لوحده، سواء انت بتطلب الاكل، سواء وراك مذاكره، سواء وراك شغل، اي حاجه. صدقوني يا جدعان دي حاجه هتفرق معاك بنسبه يعني الافشنسي او التايم مانجمنت بتاعك هيزيد بنسبه 50%، وانا عارف انا بقول لك. المهم هنخلص الوجبه دي ويلا بينا دلوقتي على تمرين رجل جامده جدا.
intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. جيم وهاجري ايه بتعمل ايه يا بولا؟ ده ريهابيليتيشن للركبه. نرجع احسن الاول عبده ولا ايه؟ يا مساعد يعني يا مساعد. Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright. Push through the atmosphere. This is your dawn. طيب يا جماعه دلوقتي خلصنا تمرين ورجعنا والساعه دلوقتي 10 ودي اخر وجبه وعايز اتكلم في حاجه. دي يا جدعان زي ما انتم شايفين شويه خضار 150 جرام فراخ صدور فراخ و20 جرام توست اللي هو الناشف. فده هيوصلنا لاخر حاجه النهارده وهو هل انت حد بيحب ياكل يعني ياكل كتير بالليل ولا لا؟ لسبب وكويس ان الموضوع ده حصل وانا كنت اصلا ان هو يتعب. انت لو بتحب تاكل كربوهيدرات او نشويات كتير بالليل او بتحس ان انت بتجوع كتير بالليل ما ينفعش تاكل المنقوشه اللي انا اكلتها. ليه؟ لان انت زي ما قلنا اهم حاجه ان انت لو بتحسب سعراتك لو ضيعت 1000 كالوري في المنقوشه زي ما انا عملت الوجبات بالليل هتبقى صغيره زي دي. بس لو بدل المنقوشه كنت اكلت مثلا 200-250 جرام مكرونه و150 جرام صدور فراخ كان تقريبا هيبقى فاضل لك 450 كالوري زياده على الوجبه دي. فانت ساعتها بالليل كان ممكن تاكل 250 جرام مكرونه و250 جرام فراخ وسلطه ويبقى فاضل لك كالوريز برضو. فاهم قصدي؟ فاهم الفكره؟ فالفكره كلها انت هتسال نفسك هل انت شخص بيحب ياكل بالليل؟ هل بتجوع بالليل؟ هل بتحس بالكريفنجز او الشوجر كريفنجز او ان انت بتكريف او بتتوحم من الاخر على نشويات بالليل؟ لو ما تضيعش النشويات بتاعتك او ما تضيعش الكالوريز بتاعتك الصبح على الفاس والكربوهيدرات او الكربوهيدرات والدهون اعملها او ضيعها يعني سايبها بالليل عشان ما تحسش ان انت بتجوع. انا شخصيا ساعات يعني بيجي اليوم ساعات بجوع بالليل ساعات مش بجوع فهي بتبقى على حسب اليوم يعني. ودي يا جدعان فعلا حاجه هتفرق مع ناس جدا ان انت تاكل بعد الساعه 8 مش هيتخنك ان انت تاكل قبل ما تنام مش هيتخنك ان انت تقطع كارب والكلام ده كله برضو يعني مش هو ده من الاخر اللي هيخليك تخس. عايز تعرف طبعا اكتر بكلام علمي ممكن تخش على الشانل في فيديو معمول من سنه تقريبا او سنه ونص عن ان انت ممكن تاكل بالليل اي حاجه حتى لو هتاكل حلويات. صدقوني يا جدعان فعلا الفتنس سهل جدا زي ما بقول الفتنس المفروض يخلي حياتك احسن وهو من الاخر اللي يريفولف حوالين حياتك او مش هو
من الاخر اللي هيقولك لا انت لازم تعمل كذا انت لازم تعمل كذا غصب عنك. لا هو على حسب يومك ماشي ازاي عشان تقدر تمشي لاطول فتره ممكنه. لان انا هسالك سؤال، تفضل تمشي 100% في دايت وفي تمرين بس تسستين او تمشي على الموضوع ده لمده سنتين، ولا تمشي بنسبه 90% وتمشي او تستمر لمده 15 سنه و15 سنه انا قصدي فعلا 15 سنه او 20 سنه او حتى 30 سنه. فاهم قصدي؟ الفكره كلها في حاجه اسمها اللونجيفيتي او الاستمراريه الكونسيستنسي، هي دي من الاخر اللي هتخليك توصل للهدف او التارجت بتاعك. انت المفروض تستمتع بالموضوع وهو بيحصل. المنقوشه ماشي انا اكلتها يعني مش هاكل كتير بالليل بس انا استمتعت او اكلت حاجه من الاخر عجباني. وجدعان لاي حد بيقول هي مش سعرات وخلاص وانت بتاكل منقوشه ومش عارف ايه، لا هي مش سعرات وخلاص، لان ماكروز وسعرات النهارده 191 جرام بروتين، 262 كربوهيدرات او نشويات، و80 جرام دهون. واهم حاجه طبعا ان انت تكون ظابط الماكرو نيوترين زي البروتين والكربوهيدرات والفاس، وتكون بتدخل مايكرو نيوترينز مظبوطه زي الخضار والمعادن والالياف والكلام ده كله. فقبل ما تقول ان هي سعرات وخلاص انت ممكن تقرا وبعد كده ترجع تكلمنا. دول يا جدعان الحاجات فعلا اللي احنا بنعملهم مع الناس حتى اللي بنمرنهم. طبعا لو انت حاسس ان انت بعد كل ده شفت الفيديو ده شفت الفيديوهات القديمه ومش عارف برضو تنظم وقتك والكلام ده كله بالجداول، احنا ممكن نساعدك. هكتب دلوقتي الايميل بتاع الكوتشنج بتاعنا. بس يا جدعان هو ده فيديو النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا. لو عندكم اي كومنتات او اي حاجه او اي فكره لفيديو جديد ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سكشن تحت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب، واهم من كل ده طبعا انت تدوس على الجرس اللي تحت عشان يوصل لك اخر فيديوهاتنا. وعايزين يا جدعان قبل ما السنه دي تخلص ان شاء الله نكون وصلنا فوق ال 20000 سبسكرايبر، وانا عارف ان شاء الله ان انتوا هتدوس سبسكرايب وهتساعدونا عشان كلنا نشجع بعض. وكان معاك وسيف التو من ايفون فيتنس، واشوفكم في الجديد.